الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونبيه وخليله، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نسأل الله الثبات والعافية في ذلك اليوم. Your brothers and sisters, have the taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala in your heart. Remember that one day we're leaving this dunya for another life. Remember your grave. Remember al-sirat al-mustaqim. Remember the time when you stand before Allah subhanahu wa ta'ala. مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيَقِفُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانِ. We ask Allah to give us the tathbeet in this dunya and the hereafter. اللهم آمين. اللهم آمين. أما بعد، فإن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. As he advises us عليه السلام to send our salam and blessing to him, especially on the day of Friday. وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا أعطاه إياه ما لم يسأل حراما. There is a certain time on Friday, الدعاء المستجاب. If you ask Allah for anything, Allah will grant it for you as long as you don't ask for haram. فنسأل الله لنا جميعا الرحمة والعافية والشفاء من كل داء وبلاء. We ask Allah to give us His mercy and rahmah and to make us among the people of the Jannah. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللهم اجعلنا من الفائزين. اللهم آمين. اللهم آمين. وبعد، يكاد كل خطيب وفي كل جمعة يذكرنا بالله عز وجل ويذكرنا بيوم القيامة. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. Almost every خطيب reminds us of the day of judgment. It's a great day. فنعرض بين أيديكم أخواني وأخواتي الكرام أحد مشاهد يوم القيامة. One of the scenarios in the day of judgment where الرجل يلقى ابنه يوم القيامة. A man will meet his son in the day of judgment. فيقول يا بني أي والد كنت لك؟ الأب يسأل ابنه كيف كنت معك في هالدنيا؟ What kind of father I used to be for you? That's what the man will ask his son in the day of judgment. فيثني عليه خيرا. And that person will say all the good things about his dad. زوجتني، علمتني، أطعمتني، كسوتني. You know, you were so good to me. I went to school, I got married, I have kids. Thank you, dad. فيقول يا بني إني محتاج إلى مثقال ذرة من حسناتك لعلي أنجو مما ترى. Oh my love, oh my son, oh my dear, all what I want from you is small favor, just a small tiny piece of your hasanat. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. Every single, you know, piece of hasanat will count in that day. فيقول يا أبتي ما أيسر ما طلبت. طلب سهل وميسر. What an easy request you have made. ولكني أخاف من الذي تتخوف منه فلا أستطيع أن أعطيك شيئا. Dad, thank you very much for what you have done for me in the dunya. And what you made is a small request, but I have a concern. The same concern you have, I do. I am worried for my own safety in the day of judgment. I cannot give you anything. فلا أستطيع أن أعطيك شيئا.
هذا اليوم العظيم يا أخوانا، يا أيها الناس اتقوا ربكم. هذا تقوى في الله أن يرهد. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. It's a great matter that day when you meet Allah سبحانه وتعالى. يوم يجعل الولدان شيبا. صور يا أخوان، ولدان صغار، شباب صغار، أطفال. يجعل الولدان شيبا. The little ones, their hair will turn to gray out of the stress and the fear in that day. يوم يفر المرء من أخيه. أخوك، حبيبك، صاحبك، تأكل مع بعض، تعيشوا مع بعض سنوات، رفيق العمر لسنوات. يوم يفر المرء من أخيه. Your own brother in the day of judgment will run away from you. وأمه وأبيه. Your mom and your dad. وصاحبته وبنيه. زوجتك اللي حبيتها طول عمرك، اللي نمتوا مع بعض طول حياتك، اللي خلفت لك الأولاد. This is your wife. You know, you were so intimate, so close to each other. All this life in the dunya, 60, 70 years. وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. كل واحد يدور على مصلحته، كل واحد يبحث عن النجاة. حتى أنبياء الله عليهم السلام والرسل، اللهم سلم سلم. Even the أنبياء of Allah يا أخوانا، محمد صلى الله عليه وسلم، موسى، عيسى، all what they will say: يا الله save us، يا الله save me. You know, everybody will be worried about their own safety except الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لعله يرزقنا إن شاء الله شفاعته يوم القيامة. في ذلك اليوم يعرض الله سبحانه وتعالى يقول: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. A whole universe will be destroyed. وجاء ربك والملك صفا صفا. You will be well guarded. محروس يوم القيامة. Lines and lines of the ملائكة. ورب العرش الجبار الملك لا إله إلا هو. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ما أحد يجيب، لا ملوك الدنيا ولا زعماء الدنيا ولا جبابرة الأرض يستطيع أن ينبت ببنت شفا. فلا تسمع إلا همسا. Nobody will dare to speak up in that day. Nobody will dare to stand up in that day. وجيء يومئذ بجهنم. أجارنا وإياكم الله منها، اللهم أجرنا من النار. تأتي الجنة بسبعين ألف زمام، والعياذ بالله، جهنم بسبعين ألف زمام. The hellfire will be brought to be present for people. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. شو تتذكر؟ تتذكر in that day تعود إليك ذاكرتك، تتذكر الأيام الخوالي، تتذكر الأيام التي قصرت فيها نحو الله عز وجل، تتذكر الأيام التي قربت فيها إلى الله عز وجل. All your life will be present and in front of you. فيقول: يا ليتني قدمت لحياتي. أن الإنسان في ذلك اليوم يتمنى شيء واحد: يا رب، يا ريتني بس عملت شيء في هالدنيا. I wish I have done something for today. Allah gave me 60, 70 years in my life. I wish I have done something today. And that is the essence of my khutbah today, my brothers and sisters. وهذا موضوع إن شاء الله اللي روح فيه الإنسان هذا اليوم إن شاء الله. بس جملة واحدة: يا ليتني قدمت لحياتي. يا هذه الجمعة المباركة فكر كيف تقدم لذلك اليوم العظيم، كيف تقدم لوقوفك بين يدي الله سبحانه وتعالى، حيث قال الحبيب المصطفى: ما منكم من أحد إلا وسيقف بين يدي الله، ليس بينه وبينه ترجمان. إخوان، تصور العظمة، تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى.
ليس كمثله شيء، الله سبحانه وتعالى عل وجل في صفاته. تصور أن تقف أحيانا أمام مدير أو أمام مسؤول ترتجف وتخاف وتفكر وتلبس وتهندم وتجهز، هذا أمام البشر، فكيف بوقوفك بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ You know, sometimes you go for an interview, you get ready the night before, you get nervous, you're you know afraid, are you going to say the right thing, are you going to do the right things, are you going to answer, are you going to know the answer or you don't. ولله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء. How about when you stand before Allah subhanahu wa ta'ala? And the Rasul says, each one of you, doesn't matter, you're poor, you're rich, you have a status, no status, doesn't matter, you're healthy, you're sick, you will have that chance to stand before Allah subhanahu wa ta'ala and you will be questioned. A story, qissa, sharaktukum biha qabla sanawat fi hadha al-masjid aw al-masjid al-qadim. حين جاء رجل يطلب النصيحة من أحد الصالحين فسأله كم أتت عليك، كم عمرك؟ A person came looking for نصيحة from one of the righteous people. He asked him, how old are you? How many years passed of your life? قال 60 عاما. 60 years passed from my life and I'm here to ask for نصيحة. بعدها 60 سنة جاي أطلب نصيحة، شوف شو نعمل. قال الله أكبر، 60 عاما وأنت تسير إلى الله توشك أن تبلغ. كم مضى من عمرك وأنت تسير إلى الله سبحانه وتعالى؟ يعني من بداية الخطبة مشينا حوالي 14 دقيقة نحو الله عز وجل، وهذه الدقائق مضت من حياتنا، لكن الجميل شتان بين من قضى هذه اللحظات في بيت الله يسعى لذكر الله، يسمع إلى الخطبة وينتظر الصلاة ويرجو رحمة ربه، وبين من يقضي هذه اللحظات في مكان آخر. Since we started the khutbah 14 minutes or so, the good things that those 14 minutes, inshallah, in the house of Allah subhanahu wa ta'ala. They're gone, they're not gonna come back. But imagine somebody spending the same time somewhere else. كم أتت عليك؟ How old are you? He says 60 years old. 60 عاما. قال الله أكبر. 60 عاما وأنت تسير إلى الله توشك أن تبلغ. You're almost there. You're about to arrive. فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. We are to Allah. To Allah we shall return. قال وتعلم ما معنى إنا لله وإنا إليه راجعون. Do you really understand what is the meaning of إنا to Allah? We are to Allah. To Allah we shall return. من علم أنه لله راجع فليعلم أنه موقوف. If you know that you're going back to Allah, you need to understand that you will be standing before Allah subhanahu wa ta'ala. ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول. And if you know and believe that you will be standing before Allah, you better understand that you will be questioned by Allah subhanahu wa ta'ala. ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابه. ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. And if you know that you will be questioned, you better have an answer. ما هو السؤال أخي أختي؟ يقف الإنسان بين يدي الله عز وجل ويسأل المولى عز وجل ألم أجعل لك سمعا وبصرا. Those eyes of yours, those ears of yours, your body, your organs, جسمك اللي ربنا أعطاك إياه، السمع والبصر والحواس، أليست من الله سبحانه وتعالى؟ Isn't it a gift from Allah سبحانه وتعالى؟ بلى يا رب، indeed, yes يا الله. ألم أجعل لك مالا وولدا. Your wealth, your business, your family, your children, isn't it from Allah سبحانه وتعالى؟ يقول بلى يا رب، نعم. فيأتي السؤال فأين ما قدمت لنفسك. Tell me, since you recognize all this ni'am, tell me what have you done for today. أمنية الإنسان يتمناها. A wish in the day of judgment every person will make. يا ليتني قدمت لحياتي.
I wish I have done something for my akhirah. وسؤال كل سيسأل عنه. And a question that all of us will be questioned. فأين ما قدمت لنفسك؟ What have you done for your akhirah? Can I ask the brothers to move forward inshallah? تفسحوا يفسح الله لكم. بسم الله بسم الله بسم الله. أسأل الله أن يعينكم إن شاء الله على توسعة وبناء هذا المركز يا رب العالمين. يا رب العالمين. If you make a room for your brother, especially the people in the door, Allah will make a room for you بإذن الله عز وجل. يا أخواننا في ذلك اليوم العظيم تسقط كل الأقنعة. في هذه الدنيا قد يختبئ الإنسان ويجد القوة والعزة يعني خلف المال. قد يختبئ الإنسان خلف جاهه وسلطانه. You know, in this dunya, we might hide, you know, behind our wealth, behind our status, behind our families. You know, there's a lot of things here. We think we have it and we can do it. لكن انظر ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. يعني في الدنيا يعني يشوف للواحد محامي، يشوف للواحد يروح يدفع فلوس ويخرج نفسه من بعض المخارج، لكن يوم القيامة ما في مخرج إلا الله سبحانه وتعالى. لا منجأ ولا ملجأ منه إلا إليه. The day of judgment, you cannot escape. In this dunya, you might, you know, hire a lawyer, hire somebody, you know, accountant, you know, financial specialist to get you out of the troubles in this dunya. But in the akhirah, there is no such a thing. Your wealth, your position will disappear. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. ما الحيرة؟ I mean, what can we do? قال يسيرة. الأمر بسيط. يعني 60 سنة راحوا. 60 years are gone. لكن ما زال هناك أمر تستطيع أن تفعله. You know, we cannot do a lot about what happened in the past. Tawbah, inshallah, repentance. But there's not much more than that. Then, what can we do? أحسن فيما بقى يغفر لك ما قد مضى. أحسن فيما بقى. هالسنتين، هالثلاثة، العشرة، العشرين. يعني أخواننا أعمار أمتي بين 60 و70. وكثير منا أقرب إلى 60 و70 منها إلى 20. You know, this is the life of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and his, you know, ummah. 60s to 70s, that's an average. Some people hit the hundreds and so on. But as some people die at the early stage. But we're all, not most of us, or a lot of us, we're closer to the 60 and the 70 than to the younger age of our life. أحسن فيما بقى. Take advantage of whatever left of your time. Allah will forgive your past and bless your future. وَإِنْ أَسَأْتَ فِي مَا بَقَى أُخِدْتَ بِمَا مَضَى وَمَا بَقَى. If you're going to misuse whatever left of your time, you'll be punished for the past and the future. أخوانا, every جمعة, في كل جمعة نقرأ سورة الكهف, سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. The sunnah is to recite Surah Al-Kahf every Friday. And there are wonderful stories and direction. لكن كلنا نقرأ الآيات الأخيرة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه. For those who are looking forward to their meetings with Allah subhanahu wa ta'ala, the advice is to do two things. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. عمل صالح. A good deed. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. الإيمان, توحيد, عقيدة الصحيحة. إيمانك بالله عز وجل لا يشوبه شيء. Those two things. Your faith and iman, accompany with the amal salih. That's your safety in the day of judgment. وهنا الآية تقول عملا صالحا.
ربنا تركها يعني مفتوحة. He left it open for everybody because we all have different interests in أعمال صالحة. كل إنسان يميل إلى شيء من الأعمال الصالحة، لذلك تركها مفتوحة. ابحث عن عمل صالح، من استطاع أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. إذا تقدر هيك تكون عمل بينك وبين الله عز وجل لا يعلمه أحد، افعل، لعلها تنجيك يوم القيامة. ولا ينجو أحد بعمله، إنما النجاة برحمة الله عز وجل. Safety and security and to be saved from the hellfire and the day of judgment is all by the rahmah of Allah subhanahu wa ta'ala. But our a'mal, we hope inshaAllah, get us closer to Allah subhanahu wa ta'ala. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هناك أحاديث كثيرة يذكرنا بالاستثمار الرابح. مشغولين فيها الدنيا، نعمل ونتعب، والعائلة والعمل والأصحاب والأحباب، يعني in this dunya we get busy with our life, our business, our family and so on. لكن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يعطينا بعض النصائح إلى بعض الأعمال الصالحة، ليس حصرا وإنما من باب التوجيه. الرسول صلى الله عليه وسلم gave us some glimpses on some direction of a عمل صالح that you can do. He says سبع يجرى للعبد أجرهن في قبره بعد موته. Seven items will come to your rescue and help you in your grave, bring حسنات you in your grave after you leave this dunya. يا أخوانا أحيانا نظن أنه لسه معنا وقت. Sometime we think we still have time. إن شاء الله لما أكبر شوية، لما أتعافى، لما أتزوج، لما أتخرج، لما أعمل، لما أرتب أموري. You know we always have this أول إن شاء الله later on. You know get married, get situated. Let me do some business. إن شاء الله then I can go for حاجة. I can go and make إن شاء الله devote myself to Allah سبحانه وتعالى. الأسبوع القادم يا أخوانا في دالاس شاب يوسف اسمه 23 سنة في أيام الثلج. والده يطلب منه أن لا يذهب إلى العمل. 23 years old Yusuf in Dallas last week or the week before, his dad begged him not to go to work. قال يا أبوي أنا يومين ما اشتغلت. It's only 2 days I didn't work. You know I really need to work. بده يتزوج الشاب. قال وفر لي قرشين لعلي إن شاء الله أتزوج. He said I'm gonna work. His dad قال له أنا أعطيك ما تكسبه في هذا اليوم بس اجلس عندنا. Just والله this is what the dad told me. He asked him, I will give you the whatever you make that day. Just stay with us here. لكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يذهب هذا الشاب إلى العمل. يحصل معه حادث في الطريق ويتوفاه الله. He passed away in his way to work. He did not make it to work, يا أخوان. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. لكن نسأل الله دائما يعطينا حسن الختام. Always, always ask Allah حسن الختام يا رب. Whether you're here or abroad. And do something for your آخرة. جاء الأب قال وجدنا 2500 دولار ونريد نتبرع فيها عن روح يوسف. He said, we found in his saving $2,500. We want to give it up on Yusuf. يا أخوانا من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ من يتصدق عنك بعد الموت؟ من يحج عنك بعد الموت؟ من يذكر الله لك بعد الموت؟ Ask yourself, when you leave this dunya, who's going to pray for you? Who's going to make sadaqah on your behalf? Who's going to make dua for you when you leave? لذلك الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم يقول سبع يجرى للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته. Seven items will help you in your grave when you leave dunya. من علم علما. من علم علما. Knowledge, investment in Islamic schools and what have you, and universities. أو أجرى نهرا أو حفر بئرا. يجوز في هذه البلاد ما يشعر الواحد بصدقة الماء، لكن اسألوا الناس في الصومال في بنغلاديش، you know يتمنى الإنسان بس عنده كاسة ماء يشربها.
We don't feel, you know, water donation here. You hop in the shower in the morning, you shower, you flush, you run to work. You don't feel anything. People in Somalia and different parts of the world, they pray for a cup of clean water. Wallahi, ikhwan. Wallahi, ikhwan, ihfur abar kal'ahd al-qadim. Bas yishrabu maya. Wa al-Nabi yuqul, hadhi min afdal al-sadaqat. Aw zara' nakhla. المهتمين في البيئة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نحب البيئة being green and friendly that was the sunnah of Muhammad صلى الله عليه وسلم when he said one of the area will help you is planting the trees and he mentioned palm trees أو بنى مسجدا or a person who participated in building a house for Allah صلى الله عليه وسلم a masjid من ساهم في بناء هذا المركز أسأل الله أن يكون لهم بيتا في الجنة يا رب كل من ساهم بمال أو جهد أو وقت أو تبرع يا رب يا الله اكتب لهم بيتا في الجنة من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة هنيئا لمن شارك في بناء هذا المركز هنيئا لهم What a blessing that Allah chose you in this community to be part of this masjid One of the seven items will come to your help in the day is building the house of Allah subhanahu wa ta'ala. أو ورث مصحفا. دعوة يا أخواننا. دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. You leave the Quran behind. You invest in outreach and دعوة. أو ولدا صالحا يترك يدعو له. Or you leave a son or a daughter that will make دعاء for you. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يفكرون بآخرته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعملون لآخرتهم. We ask Allah سبحانه وتعالى to guide us and to lead us to do something for our آخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. We still have some room on the sides if anybody in the back would like to come in, inshallah. الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين نختم إن شاء الله بهذا الحديث النبوي الشريف وإن شاء الله conclude our خطبة with this حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا people make توبة to Allah before you leave this dunya before you die وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا. Before you get busy, make sure you do عمل صالح. وصلوا الذي بينكم وبين ربكم. Make sure your relation with Allah سبحانه وتعالى is there. Improve your relation with Allah سبحانه وتعالى. How? كيف يصل الإنسان بينه وبين ربه بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلن. Two things. ذكر الله remembrance of Allah ليكن لسانك رطبا بذكر الله always the dua of the morning dua of the evening dua of your life you know have it in your tongue that what will save you inshallah in the day of judgment وكثرة الصدقة في السر والعلن a lot of صدقة in public and secret or private ماذا يحدث لك إن فعلت هذه الأمور التوبة العمل الصالح خصوصا ذكر الله والصدقة What will happen to you if you make توبة عمل صالح especially ذكر and صدقة تنصر وتجبر وترزق اللهم انصرنا واجبر كسرنا وارزقنا يا رب العالمين Allah will bless you with رزق and sustenance Allah will help you fix your problems and affair and Allah will give you نصر يا رب العالمين My brothers and sisters أخواني أخواتي نأتي إليكم هيك كل فترة نشحذ الهمم بإذن الله عز وجل لعل الله يعينكم على إتمام هذا المشروع ما شاء الله ما زال كما تعرفون هناك دفعات على هذا المبنى وإن شاء الله الشهر القادم هناك دفعة بحوالي 400,000 دولار بإذن الله عز وجل الدفعة الثالثة ما شاء الله دفعت حوالي 1,300,000 والحمد لله الشكر لله وجزاكم الله كل خير فباقي عنا دفعة إن شاء الله الشهر القادم 400,000 دولار منها موجود حوالي 175,000 يعني بدنا 200 225,000 لعل الله هيك
الإخوة الصالحين الطيبين يجودون إن شاء الله بما أعطاكم الله، هيك بإذن الله عز وجل انويها إن شاء الله يا رب. هاي صدقة عن الوالد، صدقة عن الوالدة، يا رب اجعلها شفاء، يا رب اجعلها حفظ لي ولأولادي، يا رب اجعلها نجاة من النار. فبدنا من همتكم إن شاء الله بعد الصلاة تبقوا معنا هيك دقائق، لعل الله هيك نجمع لإتمام هذا المركز إن شاء الله. My brothers and sisters, as I said, I came to you many times in the past, and mashallah, this is very beautiful and generous community. Mashallah, so far you paid almost $1.4 million toward the building and the establishment of this masjid and the land. We have a payment coming up on April, around 400,000. We're short 225,000. We have 175,000 cash, and we need to raise the rest. I hope and pray that you stay with us a few minutes, inshallah, after salah, so we can, بإذن الله, raise some fund for this project. الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل صلاة الجمعة ستصبح لتغيير الوقت الساعة الواحدة والنصف بإذن الله عز وجل. Next week, صلاة الجمعة إن شاء الله الواحدة والنصف. Next week, صلاة الجمعة will be 1:30. So please mark your calendar. If you need more information, you can check with the management بإذن الله عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لا تدع لنا بين هذا المقام في هذا المقام مريضا إلا شافيته. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام مريضا إلا شافيته، مريضا إلا شافيته شفاء لا يغادر سقما، اشفي أنت الشافي يا رب العالمين. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والرضا والغنى. اللهم اجمعنا على الخير، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا. اللهم كل من ساهم في بناء هذا المركز يا رب العالمين اكتب لهم بيتا في الجنة، قصرا في الجنة، ارزقهم شربة من يد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم كن مع المظلومين يا رب العالمين. اللهم انصرهم لا تنصر عليهم، اللهم زدهم لا تزد عليهم، اللهم امكر لهم لا تمكر عليهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.